إليكم الآن. هذا هو موقع goldenty.com كما ترون. هذا الموقع قد شرحته مسبقا عن طريق الأشياء، وكما ترون هذه النافذة تبين أرباح وتبين كل شيء. كما ترون هنا الكوينز التي لدي، وهنا الجولد كما ترون لدي 0 جولد. هنا received from referrals يعني 180 من هذا الجولد كما ترون، يعني أرباح قليلة جدا وضعيفة من الريفيرال. ثاني شيء هنا الريبليجمنت، لاحظ لو لم أكن أعمل برصيدي الخاص لما ربحت من هذا الموقع. لاحظ معي يا أخي، لاحظ لو اعتمدت على الريفيرال وكنت أنصب عليكم عن طريق الريفيرال لما ربحت هذا المبلغ كما ترون. ها انتم ترون هنا 700 ريبلينجد، يعني 700 ريبلينجد ربحت منها 202، يعني رصيدي الخاص يعني مالي الخاص. وهنا من الريفرال كما ترون 180 جولد، يعني ليس بشيء. ولاحظ معي سنذهب الى الريفرال الان لترون كل شيء، كي لا تظن اني انصب عليكم او اي شيء، اريد فقط الربح من الريفرال وهذا الكلام الكثير كما ترون هنا. لاحظ هذا هو الريفرال الوحيد الذي ربحت عنه 180 جولد. لاحظ معي، واشكر الاخ مروان 437 على تسجيله في الموقع. كما ترون قد قام بعمل ادخال 1000 يعني 1000 جولد كما ترون. فهنا كما ترون 180، يعني قام باستثمار 1000 روبل او اظن، وكما ترون ربحت عنه هذا المبلغ. كما ترون واحد ريفرال، كما ترون كل هذه الريفرال فهي لن اربح منها شيء. لاحظ معي سنهبط تحت شيئا ما الى تحت. لاحظ معي 8 ريفرال، هذا اسمه حبسي، هذا اسمه رامي يابدين، جولدن تي حمودي، محمود بي، جولدن تي احمد ناك كرابل. كما ترون لا يستثمرون اي مبلغ، لا يستثمرون كما ترون 0 روبل 0 روبل 0 روبل، هنا 1 روبل، هنا كما ترون مدى يسحبون مدى، يعني لا شيء، يعني ارباح كما ترون توتال، يعني ربح الريفيرال صفر، يعني لا انصب عليكم اي شيء. وبخصوص الكاش اوت، سنذهب الان الى الكاش اوت لاريكم طريقة يعني رفع السحب لتفهموا هذا الموقع، يعني العديد يحكم على الموقع بدون أن يعرف ماذا يدور حول الموقع وماذا يدور على الموقع. مثلا هنا أنا لدي ثلاثة هنا في الإنرجي، 3 روبل هي التي يمكنني أن أسحبها لا غير، يعني 3 روبل الآن يمكنني أن أسحبها. إذا أردت مثلا أن أسحب أكثر يمكنني الدخول إلى إنرجي ماركت من هنا. لاحظ معي الإنرجي ماركت ماذا سيقول لي، يقول لك في الانرجي ماركت يعني ليس هناك ربح بدون استثمار. لاحظ معي the market enables to sell coins for seconds and get energy from them، يعني هذه السوق تتيح لك يعني بيع الكوينز بالتواني and get energy for them، يعني تبيعها، يعني هذه الخاصية لن تفعل لك إذا كنت استثمرت 700 روبل أو 600 روبل أو 100 روبل أو حتى 1 روبل. إذا أردت تفعيل هذه الخاصية يجب عليك أن تكون لديك في الاستثمار الخاص بك 1000 روبل. لاحظ معي أخي، this section is accessible for users، يعني متاحة لليوزرز، يعني للأشخاص المسجلين. وهو replenished يعني من هم قاموا بعمل replenish، يعني إضافة الحساب أو deposit the balance for at least 1000 روبل. كما ترون على الأقل يجب أن تستثمر 1000 روبل كي ترى هذه الخاصية. مثلا أنا لدي 700، يعني الله أكبر كما تسمعون على قولة الله أكبر. سنقف بعد قليل وسنعود إليكم الآن. إذن كما ترون عدنا بعد أذن الظهر، كما ترون 300 روبل لدي لأكمل 1000 روبل، يعني قد استثمرت 700 روبل في الموقع، يعني بقيت لي 300 روبل. الآن سأضيفه أمامكم وسأريكم طريقة يعني تفعيل هذه الخاصية، سأفعلها الآن لأن الرصيد الآن لدي متاح. سنضغط هنا على ديبوزيت هكذا، لاحظ معي بعد الضغط على ديبوزيت سيظهر معنا هذا التيبل هكذا كما ترون، يعني هناك عرض اليوم كما ترون 200% على كل ديبوزيت. أنا لدي حسابي على باير، سأضغط على باير هكذا. لاحظ معي هنا في باير، هذا هو حسابي على باير، لدي في المجموع 7 دولار، سأستثمر 4 دولار كما ترونها، سأستثمرها الآن في هذا الموقع لترون كل شيء. لاحظ معي هنا enter the amount، مثلا هنا مثلا 300 روبل هي التي تنقص هكذا 300 روبل، ثم نضغط على من هنا على replenish the balance من هنا هكذا. لاحظ معي سيحولنا إلى صفحة الباير كما ترون هنا، يقول لي payment required 300 روبل، سأضغط على submit هكذا سيحولنا إلى صفحة الباير. لاحظ إذا كانت هناك أي معلومات شخصية سأقوم بإخفائها نظرا لخصوصية عملية الريبلينشمنت أو عملية الديبوزيت كما تعلمون. إذا هذه ستكون معلومات خاصة بس أقوم بإخفائها لا غير. كما ترون كل شيء لايف أمامكم مباشرة كي تعرفون طريقة العمل في هذا الموقع، ويعني ليس هناك ربح بدون استثمار في هذا الموقع. إذا كما ترون هذه صفحة الريبلينشمنت كما ترون ظهرت معنا هنا الباير كما ترى. سأعود تحميل الصفحة أو الآن قد ظهرت. تأتي هنا إلى باير وتختار هل يو اس دي أم روبل أم أورو، مثلا نحن بالروبل نضغط على روبل هكذا روبل، ثم بعد ذلك يعطيك هذه الكلمة بالروسية. سنقوم بعمل ترانزليت كي تظهر معكم. كما ترون هنا كونفيرم أو جو باك، نضغط على كونفيرم هكذا. لاحظ معي بعد الضغط على كونفيرم سيحولك إلى حسابك على باير هكذا.
كما قلت سأقوم بإخفاء أي معلومة يعني شخصية. إذا كما ترون هذه هي 300 روبل كما تعلمون. نضغط هنا على continue، نضغط أولا نقوم بعمل translate كي يتوضح الأمر إليكم. نضغط على confirm من حسابي على البير. There are no enough funds on your account. نعم لدي كما ترون سأقوم باختيار هذه الدولار لأن لدي أنا لأن بالروبل لدي 103 وبالدولار لدي 457. أضغط على هذه ثم confirm. ثم confirm. There are not enough funds on your account. نعم سأقوم بالرجوع بعد قليل. إذا لحل هذا المشكل بين الدولار والروبل نذهب إلى جوجل أول شيء. أنا نكتب هنا روبل تو يو اس دي مثلا هنا في اليونايتد ستيت دولار 4.57 تساوي 290 روبل. نذهب إلى البير في الداشبورد البير، نضغط على اكستشينج من هنا ثم نأتي إلى هنا نيو ريكويست هكذا ثم نكتب 4.57 يعني تعطينا هنا 290 روبل. نضغط هنا على باي ريكويست هكذا وننتظر قليلا. إذا كما ترون هنا نضغط على confirm هكذا الآن قد تم تحويل الدولار إلى الروبل كما تعلمون. remaining amount كما ترون 4.57 needed amount 290 روبل. exchange rate و reverse exchange rate. نضغط على الداشبورد لنرى أين هو التحويل. كما ترون exchange rate exchange my request كما ترون وننتظر هنا statue pending. ننتظر ريتما يتم تحويل الدولار إلى الروبل. إذا كانت هذه طريقة exchange عملة الدولار من الدولار إلى الروبل كما ترون. لأن كان لدي 4 دولار ولم يتم معي عملية السحب، لهذا سننتظر 24 ساعة تقريبا لتحويل هذه العملة من الدولار إلى الروبل كما تعلمون، لأن العملية تستغرق وقت طويل. نضغط هنا على الداشبورد كما تعلمون. كي تلاحظون أنا لم تعد هناك كما ترون، أصبحت هنا 3 دولار، يعني قد تم تحويل هذه العملة وستستغرق أظن 24 ساعة حسب ما يقال، لأن هنا الاكستشينج كما تعلمون. نضغط هنا على الاكستشينج ستلاحظون هنا العديد من الاي دي قد تم يعني تحويل، مثلا 54 154 تحولت، 25 تحولت كما ترون. هنا العديد من المبالغ قد تم تحويلها، يعني يأتي ذلك بالدور، يعني كل واحد ودوره. المهم نحن الآن سنتوجه إلى عملة البيتكوين، سنقوم بإدخالها بعملة البيتكوين لدي 4.15 وسنقوم بإكمال المبلغ بالبير. لاحظ معي الطريقة كيف. نذهب إلى موقع جولدن تي، ندخل إلى بيتكوين وهكذا. بعد الدخول إلى البيتكوين سيعطينا النافذة لنقوم بإدخال المبلغ، وسيعطينا المبلغ كحد أقصى للاستثمار 0.001. لاحظ معي سيظهر الآن. ننتظر لما يظهر، ها هو الآن كما ترون 0.001. سنقوم بتغييرها إلى المبلغ الذي لدينا هنا. مثلا نحن لدينا 4.15 كما ترون، والتي ها هي ها هو المبلغ الذي وصلنا 4.15 كما ترون، أو ها هو المبلغ. سنقوم بكتابته بطبع بنسخه من هنا كما ترون، أو ننسخه من هنا هكذا. هذا هو المبلغ. نقوم بعمل كوبي ثم نذهب إلى هنا ثم نعمل له باست هنا هكذا باست، ثم بعد ذلك سيعطينا. نضغط على سبيس هكذا كي يتحول كما ترون هكذا، يعني يجب عليك الضغط مثلا عندما تعمل باس اضغط على اسباس هكذا كي بعد ذلك يتم تحويل هذا القدر من الكوينز. نضغط على ريبلينيش هكذا ريبلينيش ذا بالانس، ثم سيحولنا الى الصفحة الثانية. الصفحة الثانية ما عليك الا ارسال هذا المبلغ الى المحفظة التي يقولون لك التي سنراها الان. ننتظر ريتما تظهر المحفظة. أظن الإنترنت نوعا ما ثقيل. نعم إذا كما ترون هذا هو المبلغ الذي قمنا سنقوم بدفعه، وهنا هذه رابط المحفظة. سنقوم بعمل كوبي لها هكذا كوبي، ثم نذهب إلى البيتكوين واليت ثم نضغط على سند. بعد الضغط على سند سيظهر معنا هكذا، ثم نضغط هنا على باس هكذا، ثم هنا الأماونت. مثلا الأماونت التي سنقوم بإرسالها هي هذه. نقوم بعمل كوبي ثم نذهب إليها ثم نعمل لها باس هكذا.
يوز توتال افيلابل هكذا كما ترون. يعني هنا هذا هو الاقتطاع الذي سيكون 0.00001 ريجولر، وهنا البري برايوريتي 60 دقيقة كما ترون حسب البريوريتي. هنا نضغط على ريجولر هكذا، ثم هذه المحفظة البيتكوين نقوم بعمل كونتينيو هكذا لإرسال الأموال هكذا على كونتينيو. إذا ثم نكتب هنا سو جولدن تي مثلا هكذا، جولدن تي تي هكذا دوت كوم مثلا، نكتب الموقع هكذا. ثم لدينا هنا خيار الضغط على كونتينيو. هنا كاستمايز في مثلا، هنا نقوم بإدخال سنقوم بإدخال مثلا 55 مثلا هكذا، كي نقوم بكاستمايز كما ترون 4 دولار هنا بيتكوين ريجولر برايوريتي أو ريجولر 55، يعني يقول لي 3 نضغط هكذا. ثم لدينا الآن كونتينيو، نضغط على كونتينيو هكذا، ثم هنا يقول لي سند بيتكوين. نعم سأقوم بسند البيتكوين إلى هذا الأدرس الذي أعطوني سند بيتكوين. الآن سنرى كم بقي لنا في كما ترون هنا your transaction is been كما تسمعون تيت، قد تم ذهاب البيتكوين إلى تلك المحفظة. هنا كما ترون pending يعني قيد المراجعة، وكما ترون البالانس أصبح 0 في البيتكوين. كما ترون الآن قد تم إرسال هذا البيتكوين إلى هذه المحفظة. نضغط الآن على account لنرى هل فعلا قد تم إرسال. كما ترون هنا فوق لدي 38,000 كما ترون 38,000 كوينز كما ترون الآن، ومبلغ الاستثمار أصبح 974 كما ترون. الآن قد تم استثمار 974، سنقوم باستثمار مبلغ آخر. نضغط على ديبوزيت هكذا لنكمل 1000 روبل، يعني سنقوم باستثمار مثلا 100 روبل مثلا هكذا. نضغط على البير هكذا لنكمل تلك 1000، يعني قد قمت بدفع بالبيتكوين والآن سأدفع بالروبل. نضغط على ريبلينيش بالانس هكذا، ثم سيحولنا إلى صفحة البير أظن، نعم هكذا. ثم سبميت نضغط عليها، سيحولنا إلى صفحة البير الخاص بحسابي الخاص. سأقوم بإغلاق هذه صفحة البيتكوين هكذا، هذه صفحة البير الخاصة بي. لاحظ معي في الداشبورد ماذا لدي. لدي هنا 203 روبل، أي 3 دولار. سنقوم باستثمار منها 100 فقط هكذا، ننتظر ريتما يظهر معنا هذا الـ API Merchant كما ترون، الذي سيحولنا إلى استثمار 100 روبل. إذن هذه هي صفحة الـ API Merchant. نأتي هنا إلى باير تحت، ثم نضغط على روبل، تظهر معنا هاتين، نضغط على confirm هكذا translate كي توضح لكم الأمر هكذا، ثم confirm. ثم بعد ذلك يحولنا إلى صفحة الباير كما ترون، هذه هي صفحة حسابي على الباير. يطلب مني الآن confirmation. كما ترون لدينا 202.70 روبل هنا كما ترون، ها هي. ثم هنا نضغط على translate كي تظهر معنا confirm هنا بالإنجليزية، نضغط على confirm هكذا. نعم يا إخوان، نعم قد تم دفع 100 روبل إلى الحساب الخاص بي في جولدن تي. الآن سيحولنا إلى موقع جولدن تي كما ترون مباشرة بعد الدفع، وكما تلاحظون الآن ستصبح فوق 51,000 يعني كما ترون فوق، وهنا 1074 روبل في الاستثمار كما ترون 1074 روبل. الآن سنذهب إلى الكاش أوت لنرى كم يمكنني السحب. الآن يمكنني سحب 115 روبل كما ترون، قد تم تعلية سقف السحب. وهنا الانرجي ماركت، نضغط على الانرجي ماركت هكذا. لاحظ معي هذه هي الخاصية التي كانت مقفولة كما ترون، الآن قد أصبحت متاحة. current per 1000 يعني لكل 1000 من هذا الكوينز يعطيك 0.49، يعني مثلا لدي هنا 51، إذا كما ترون لدي 51,000 سيعطينا لكل 1000 يعطيك 0.49 روبل كما ترون. ومن هنا يمكنني مثلا كتابة هنا هذا العدد الذي هنا، نكتبه 51,881.
ثم بعد ذلك تضغط على اكستشينج ليعطيك هنا التحويل، وبعد ذلك تقوم كل مرة يعني ببيعتي الخاصية. يعني إذا أردت تفعيل هذه الخاصية يجب عليك استثمار 1000 روبل، يعني 1000 روبل كي تفعل معك هذه الخاصية. إذا لم تكن لديك 1000 روبل فلا يمكنك تفعيل هذه الخاصية ولن يمكنك السحب، ويعني ستعاني مع هذا الموقع. يعني 1000 روبل كي تبدأ استثمارك في هذا الموقع. إذا كان هذا كل شيء حول هذا الموقع. إذا نضغط هنا لعمل ريفرش لصفحة الداشبورد كي ترون كم أصبحت 203. إذا كما ترون أصبحت 103 روبل، كما ترون قد تم دفعها، وهنا البيمنت قد تم دفعها من هنا، من هنا هكذا. ها هي إلى جولدن تي 100 روبل كما ترون، الاي دي وكل شيء خاص بها.